بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومات شهيدا رحمه الله. هكذا سقطت واحدة من أعظم مدن المسلمين في الأندلس ولندن. حدث هذا في 5 جمادى الأول سنة 487 هجرية. هذا الأمر جعل مزيد من الدول المرابطين من دول الطوائف تنضم للمرابطين. ففي العام التالي مباشرة قررت فطليوس بقيادة بني الأفقس أن تستسلم للمرابطين، وكذلك استسلمت أشبونة. وعندها بعدما استقرت الأمور شيئا ما في المغرب العربي، انتقل يوسف بن تاشفين مرة أخرى إلى الأندلس. في هذا الأثناء كان أمراء يوسف هم الذين يديرون الأمور. الآن انتقل يوسف بن تاشفين رحمه الله للمرة الرابعة إلى الأندلس. في المرة الأولى انتقل إليها فكانت معركة الزلاقة العظيمة التي كسر فيها ألفونسو، ثم رجع لإدارة الأمور في المغرب. لما هدد النصارى شرق الأندلس انتقل يوسف بن تاشفين للمرة الثانية، وكانت معركة حصن لويط الذي تجمع فيه النصارى في شرق الأندلس، واستطاع يوسف بن تاشفين تحت ضغطه أن يجعل النصارى ينسحبون من هذا الحصن، ثم رجع للمرة الثانية. في المرة الثالثة كان قد أتاه الأمر من علماء الشريعة كالغزالي وابن طرطوش وغيرهم أنه لابد من توحيد الأندلس بالقوة، وفعلا انتقل إليها وبدأ يعيدها بالقوة، ثم ترك الأمراء من بعده يكملوا هذه الفتوح ورجع إلى المغرب. وفي عام 490 هجرية يعبر يوسف بن تاشفين للمرة الرابعة ليدير أمور الأندلس بنفسه. وفعلا بدأ رحمه الله بإعداد جيش كبير، وكان قصده هذه المرة أهم وأخطر ما في جعبة النصارى، طليطلة عاصمة ألفونسو السادس. ورتب أمور جنوب الأندلس وأعد جيشا عظيما، وترك قيادته لمحمد ابن الحاج، حيث انطلق محمد بهذا الجيش العظيم نحو طليطلة. فوجه لهم ألفونسو جيشا يمنعهم من وصول إلى طليطلة، فالتقى الجيشان، الجيش النصراني القشتالي والجيش الإسلامي المرابطي في منطقة كنشر، وحدثت المعركة العظيمة قريب من طليطلة في منطقة الكنشرة، واستطاع محمد بن الحاج أن يكسر هذا الجيش النصراني وينتصر في هذا الفتح العظيم. كسر النصارى، كسر أعظم جيش لألفونسو، وفر الجيش نحو طليطلة، وتحصنوا في طليطلة وامتنعوا فيها. وطليطلة في منتهى المناعة، لا تنفع معها الضغط ولا ينفع معها الحصار، حتى كان يوسف بن تاشفين يتعجب كيف سقطت وخرجت من أيديكم. ما حدث هذا طبعا إلا بخيانة حاكمها في ذلك الوقت القادر بالله. عندها رأى يوسف بن تاشفين أنه لا يبدأ بطليطلة الآن، ما دامت بهذه التحصن وهم لا يريدون الخروج منها، فأراد أن يكمل فتح الأندلس. في عام 491 في نفس هذا العام حرك الجيوش نحو بولونسيا التي سقطت، والتي قام القنبيطور والي تلك المناطق من قبل ألفونسو باستباحتها. فأراد يوسف ابن تاشفين أن ينقذ المسلمين فيها، وفعلا توجهت الجيوش نحو بولونسيا، وبدأ القتال خارج بولونسيا، واستطاعوا أن يكسروا جيوش القنبيطور ففروا وتحصنوا في بولونسيا، وبدأ الحصار الطويل واستمر عدة سنين. في عام 493 في أثناء الحصار هذا وتوفي القنبيطور، وتولت زوجته شيمانة أمر بولونسيا، واستمر الضغط بقيادة أبي محمد مزدلي ابن عم يوسف بن تاشفين، وقاد الجيوش من مرة ثم المرة ثم المرة، حتى كان عام 495 وبدأ الضغط الشديد على بولونسيا. في هذه الأثناء
استجاب ألفونسو لنداءات سيمانة هذه ومن معها في فرنسيا وأرسل جيشا لمساندتهم، لكن الأمير المزدلي استطاع في رجب عام 495 هجرية أن يفتح فالنسيا بعدما كسر مقاومتها، لكن النصارى الذين فيها قبل أن يفروا أحرقوها، لكنها رجعت بيد المسلمين بعد أن خرجت من أيديهم 8 سنين. فانظروا همة هؤلاء الرجال، ما قالوا والله بلد ضاع خلاص نستسلم والسلام والاستسلام وننبطح أمام أعدائنا، لا، وإنما ظلوا يقاومون ويضغطون سنة تلو السنة بإصرار عجيب حتى استطاعوا في النهاية أن يفتحوا فالنسيا، وعادت فالنسيا إلى حكم الإسلام. في عام 495 هجرية قرر يوسف بن تاشفين العودة إلى المغرب لإدارة أمر المغرب، وكان عمره في ذلك الوقت قد تجاوز 95 سنة وشعر بالضعف، فأخذ البيعة لابنه أبو الحسن علي، ولم يكن هو أكبر أبنائه، لكنه نظر في أبنائه فوجد أن هذا هو أفضلهم تقوى وجهادا ودينا، ففضله على باقي إخوانه. يقول عنه المؤرخون، يقولون عن أبو الحسن علي ابن يوسف بن تاشفين، يقولون كان على سيرة أبيه في الورع والتقوى والدين والجهاد، فاختاره، واختاره كذلك ليس فقط لهذه المعاني وإنما لنباهته وذكائه، فبوي بولاية العهد وتركه حاكما على الأندلس، واشترط عليه أن ينشئ جيشا واحدا يدير به أمر الأندلس، وكان هذا من شروط البيعة لأبي الحسن علي ابن يوسف ابن تاشفين. ورجع يوسف ابن تاشفين عام 495 هجرية إلى المغرب بعد وصايا كثيرة مذكورة في كتب التاريخ لابنه بالتقوى والدين وحسن السياسة. وفي عام 500 هجرية، في 1/1 من عام 500 هجرية، يموت يوسف ابن تاشفين حاكم المرابطين المجاهد الفد عن عمر تجاوز 100 سنة، وظل في خلال عمره لا ينقطع عن الجهاد كما رأينا. أدار دولة المرابطين وهو المؤسس الفعلي لها، وأنشأها وطورها بأعظم تطوير، ووسعها حتى صارت من السودان إلى المحيط الأطلسي إلى المغرب كلها تحته، ولم يكتفي بذلك بل أوقف هجومات النصارى في الأندلس، ثم بدأ بتوحيد الأندلس، بتوحيد الأندلس تحت حكم المرابطين، وبه بعهد المرابطين بعهد يوسف بن تاشفين انتهى عهد دويلات الطوائف وملوك الطوائف الذين ضيعوا الأمة ومزقوا الأندلس وسارت بهم أطماعهم إلى أن يدفعوا الجزية للنصارى ويذلوا المسلمين. يوسف بن تاشفين علم من أعلام الإسلام نسي اسمه، يوسف بن تاشفين اسم يجب أن يكتب في القلوب قبل أن يكتب بماء الذهب وتسمى به المدن والشوارع. يوسف بن تاشفين مجاهد، عالم، عابد، مرابط، ورع، تقي. يوسف بن تاشفين يموت عن 100 سنة قضاها في دعوة الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي الرباط على الثغور وفي حماية ثغور الإسلام وفي العدل والتقوى. يوسف ابن تاشفين مثال عظيم للحاكم المسلم ونموذج عظيم لشباب المسلمين. اسم نسي نريده أن يتجدد. تولى من بعده علي ابن يوسف ابن تاشفين، هو من أفضل أبنائه، اختاره لتقواه وورعه وحسن سيرته ولذكائه وحكمته، وقدمه على إخوانه الأكبر منه سنا وولاه أمر المرابطين. وفعلا
بعدما استقرت الأمور لعلي وأخذ البيعة من الناس، أول ما بدأ به أن انتقل إلى الأندلس. جاء رجع من المغرب بعد ما أخذ البيعة وانتقل إلى الأندلس في نفس هذا العام، في عام 500 هجرية، على سيرة أبيه في حب الجهاد، وبدأ ينظم أمر الأندلس، وعين أخاه الأكبر اسمه تميم ويلقب بأبي الطاهر قائدا أعلى لجيوش المرابطين في الأندلس، وبدأ أمر الجهاد. واستؤنف بعد ذلك ورجع علي لقيادة أمر المرابطين في المغرب. في 501 هجرية تحركت الجيوش بقيادة تميم ابن يوسف ابن تاشفين إلى الشرق لفتح المزيد من المناطق الشرق، وذهبت إلى قاعدة أقليش التي كان يسيطر عليها النصارى، وفيها من جيوش النصارى أكثر من 10,000، وبدأ الصراع حول أقليش. وفعلا استطاع تميم أن يهدم الجيش النصراني، وفروا من أمامه وتحصنوا بقلعة أقليش القريبة. هنا خاف ألفونسو حاكم النصارى أن تخرج من يده أقليش ويخرج معها شرق الأندلس، وفعلا أعد جيشا مددا يساعد جيش أقليش، وجهزه بالقوة الضخمة، وجعل عليه ابنه شانجا، وكان ولدا صغيرا عمره 11 سنة، لكنه أرسله رمزا إلى أنها معركة مهمة جدا، وأرسل معه 7 أمراء من أمراء النصارى، 7 أمراء، وتحرك هؤلاء الأمراء 7 مع شانجا لنصرة أقليش، وسميت هذه المعركة بمعركة الأمراء 7، وسميت كذلك بمعركة الأقماط 7. وبدأ القتال بين تميم وبين البرهانش الذي كان يقود المعركة. فعلا بدأت المعركة الهائلة للسيطرة على شرق الأندلس، وتقدم فيها من المسلمين أئمة عظام يقاتلون بأنفسهم كالإمام الجزولي وجماعة من أعيان الأندلس كانوا شاركوا في هذه المعركة. وبدأت هذه المعركة الفاصلة الرهيبة على منطقة شرق الأندلس، وانتصر فيها المسلمون بفضل الله ومنته، وكسر جيش النصارى، وقتل شانجة ولي عهد ألفونسو، قتل في هذه المعركة. وتأثر ألفونسو السادس تأثرا شديدا، حيث أنه ضاع منه شرق الأندلس وضاع منه ولي عهده في هذه المعركة، فولى العهد لابنته، ما كان عنده ولد آخر، فولى العهد لابنته أراكلة. وفي هذه المعركة العظيمة يعني كانت التضحيات جسيمة من المسلمين، واستشهدت فيها أعداد كبيرة، ومن الشهداء الإمام الجزولي وعدد كبير من الأعيان رحمهم الله جميعا.